الله يسعد لي اموركم. اذا راحت عليكي نومه وفقتي مستعجله وما بتعرفي شو بدك تعملي اكل، فمن شان ما يطلقك جوزك تعالي اقول لك شو تطبخي. اللهم صل على النبي. هلا اول شيء بتسني السكين منيح، بعدين بتجيبي فليفلتين ثلاثه بتفرميهم هيك، وبتجيبي بصلتين ثلاثه كمان بتفرميهم هيك، وبتنطي على السريع بتجيبي كيلو كبده يعني سوده الفروج، بتنطفين منيح هيك وبتفرميهم، بعدين بتجيبي مي سخنه بتنزليهم بالمي السخنه انه شيء انه ينسلقوا يعني 5-10 دقائق لحتى تطلع الزفره منهم هيك، بتشيل الزفره بتكبيها وبتجيبيهم بتصفيهم منيح من المي. حلو، بعدين بتروحي بتجيبي زيت زيتون، حصرا زيت زيتون يعني سمنه زبده، الامور هاي ما بدنا، هي حمينا الزيت نزلنا البصلات كمان 4-5 دقائق البصل تقليبتين ثلاثه، وبتجيبي هذا هدول بتزتيهم فوق البصل كمان 4-5 دقائق تقليبتين ثلاثه على السريع، بنجيب الفليفله كمان بنحطهم فوق البصلات بتقلبي 1-2-3 تمام، بترجعيهم على بعدين من شان البهارات، رشه كمون، رشه فلفل اسود، رشه فليفله حمراء، بس ها زياده والحركات ما بدها. بعدين اخر شيء رشه ملح، وهي النتيجه. ارقدي على السريع اعمليها بسرعه، روحي عيني وعصري فوقهم ليمونه حامضه وجنبهم صحن بطاطا مقليه. يلا باي.